FM. الكلمة ليك. Good girl. Good set. أعطيني رانك. Good point. Good cœur. نبداو بلا بريس. نبداو بلا بريس ونقراو لا تونيزي اليي ماجور ممبر دو لوطون، ونقراو بان تونس بان هي سادس دوله عربيه تتمتع بالستاتيو هذايا. تونس اللي تجي بعد مصر وبعد المغرب وبعد كيف الاردن وغيرها من الدول اللي تتمتع بالستاتيو هذايا. قول قائل شنو هي السادسه جوستومون، دونك شنو ينجم يربحنا؟ ينجم يربحنا كيف ما قال سي محمد زين شليفه اللي هو كاتب الدوله لل الشؤون الخارجية، يقول بأنه هذه تنجم تربحنا. فما ماتيريال دو ديفونس، معناها معدات عسكرية، ويقول باش تساعدنا في حربنا على الإرهاب، ويقول زاد كيف نجموا نمشيو فما ديساسيون معناها دو فورماسيون معناها للميليتير نتاعنا وان تيرم حتى دو ريشيرش دي نوفاسيون. ويقول بأنه المهم ياسر أنه تونس تحظى بهذا معناها خلينا نقولوا هالشريك هذايا شريك غير عضو في الناتو من أجل الأمن القومي. في المقابل فما تخوفات كيف ما يقول الأختيك اليوم نقرأ في الأبخيس، وانتقادات من قبل بعض الأوساط السياسية وكيف المجتمع المدني. يقول قائل اليوم شنو نجم نربحه من شراكة مميزة كيف ما هكي، ونذكر بأنه شراكة هذه كيف يقول الأختيك كان أعلن عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارة رئيس الجمهورية بجقايد سبسي entre le 20 et le 21 mai اللي فات إلى واشنطن. هو ساعة بالنسبة لأمريكا هذه الدولة رقم 16 اللي هي شريك مميز خارج حلف الأطلنطي. أيوة 16 عربيا. أي منهم 6 عربية ما رقم 16. والعرب فيهم الأردن ومصر والمغرب وإحنا بنسور اللي هي والكويت زاد كيف والبحرين ولا. اللي دول تتعامل مع الأمريكان وتعاملوا مع الناتو في نفس الوقت. كذا في ساعتي تونس. يلزمك تعرف اللي تونس باش تاخذ 12 طيارة بلاك هاوك من عند الأمريكان من هنا حتى 2019. الدفعة الأولى 8 باش تعطيهم لنا عام 2016. البلاك هاوك هذايا فيه فيجون نوكتور. الأمريكان قبلوا باش تعطيهم لنا. قبل كانت باش يمولوا الإمارات، الإمارات دخلت في اختلاف مع تونس على خاطر طلبت تطبيق السيناريو المصري. رفض تونس دونك ما مولوش. دونك الأمريكان أونتروفتر يعاونوك حتى في الاقتناءات العسكرية بهذا. أما كيما أنا قال لي مسؤول في أعلى مستوى هذا من الدولة نهار السبت حكيت معاه قال لي طلبنا منهم ما لازال باش يعطيونا خاطر في المقال تو اللي خرج هذا في الكتاب لانه سايتي ابروفي من عند الاستابليشمنت الامريكان وعنوا عليه في الويكاند هذا. قالوا لهم اعطيونا ما لازال بلاك هاوك، قال لهم لا. اما توكا البلاك هاوك هذه طياره مهمه ياسر وتنجم تكون حاسمه في الحرب ضد الارهاب، فيها فيزيون نوكتورن، فيها ياسر حاجات ملتي فونكسيونيل وماشي نتاع ترونسبور دو تروب تاعهم. يبقى بالنسبه ل ثم حاجات اخرى معونه بين تونس والامريكان في ليدرون. ب 600 مليون باش يعملوا فورماسيون للتوانسه. في نفس الوقت ثم معلومات قاعده تجي يقولوا انه نهار جات معلومه يقولوا وزير خارجيه المانيا قال باش يعطي تونس امكانيه باش تعمل كنترول نتاع الحدود نتاعها من طريق ليبيا ومن طريق الجزائر. هذايا سودتش زيتونك خرجتها المعلومه هذه وقالت انه معناها المعلومه خرجت معناها ما عندهاش مده طويله معناها خرجت البارح ولا البارح. يقولوا انه باش يعاونوا قوات الامن الداخلي التونسيه باش يسيطروا على الحدود وين ثم سارتين اكتيفيتي ميليتانت اللي قاعده تقوى. يحكيوا على الدواعش هذايا اش قالت دوتش ولي وقال وانه اتصل هو زاد بوزير خارجيه فرنسا فابيوش اللي وافقوا في العمليه فهمت وزاد موافقين معناها وزاد البريطاني فيليب هاموند موافق ويقول هذا باش يطرحوه في اللقاء اللي باش يقع نهار 20 جويلية 2015 في لقاء وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي باش يوافقوا على هذا. دونك اليوم الامريكان والاوروبيين يمكن يوافقوا باش يقويوا حمايه الحدود التونسيه. ثم اسيستونس تكنيك الامريكان يعتبرونها توا رقم 16 في العالم والسادس العربيين والالمان بداوا يتحركوا خاطر جاوا الامريكان بيان سور معناتها نفوذ. دونك الالمان والفرنسيين الانجليزي باري ماشيين في الحكايه هذه. دونك ثم معطيات جديده. يبقى على مستوى الكوميونيكاسيون الحكومه ما عرفتش تعمل كوميونيكاسيون
خلوا انه ثم تخوفات داخل الطبقه السياسيه والناس ولاو يقولوا حبوا يعملوا قواعد عسكريه. هو ما عادش ثم قواعد عسكريه تو الاجانب قاعدة عسكريه لو فيها 6000 7000 هم عنده بورت افيون 5000 في طيارات باش يجيب لك هذاك ما عادش يساعدوا يعني الامريكان عندهم قواعد عسكريه هاو هنا سيدي في ايوه اما موندوني كنا نحكيوا على دي فاسيليتي ميليتير تتفكر اي فوالا يعمل لك ابوي لوجيستيك يقول لك باغزومبل داوي لي جنود تعمل لي حاجات كيما هكا وهذوما عاده ما يحكيوش عليها اما المفروض انه حكيوا عليها اكثر الناس هذه وهذا يمكن مفروض انه تطرح سؤال على رئيس الجمهوريه نفسه رئيس الحكومه ويجاوب عليه هما يسون ايفازيف لحد الان وثم لما يطرح عليه سؤال اما سكي شو اللي كان المعونه اسيستونس تكنيك في حكايه البلاك هاوك اللي باش يجيو البلاك هاوك مش سهل اللي يجي دونك ثم ديجا ناس قاعده تدرب البلاك هاوك باش يجيو 8 عام 2016 والبقيه الاربع الاخرين من هنا العام 2019 وكذلك الليدرون اللي هما ينجموا يكونوا عندهم قوه كبيره وتوا الالمان زادوا الفرنسيس والانجليز وافقوا نهار 20 جويليه ممكن نعطيو موافقه مد تونس بديزيكيبون لحمايه الحدود نتاعنا خاصه الجنوبيه والالمان يحبوا يوسعوها حتى الحدود مع الجزائر على اساس انه ثم ارهابيين يتسلوا من مالي والحاجات كيما هكا والجزائر بيان سور يساعد هذايا دونك دخلنا احنا اليوم في منطقه الضوابع قبل نسمع الاخبار هذه كان على افغانستان ونسمعها كان باكستان نحكيو علينا احنا قبل نحكي على الشرق الاوسط الكبير المغرب الاوسط الكبير ثم التفتت نتاعو قاعد يسير وثم حاجات جديده قاعده تعمل هل احنا زاد المنظومه الامنيه تقتصر على حمايه الحدود؟ لا قريت دراسه كل مره كيفاش هذه ما يسمى بدوله داعش خلقت في سجن في العراق يعني عمرهم ما كانوا ينجموا يتجمعوا مع بعضهم تجمعوا مع بعضهم وحتى من بعد تجمعوا في حبس وقالوا مع بعضهم مده طويله وغادي كثر البغدادي بدا بشويه بشويه يجرافي شلون غيلو بعد ما مات زنقاوي طلع هو وكيفاش معناها قال لك خرجوا من غاديكا الكلاسن نتاعهم كاتبين فيهم لي زلاستيك نتاع كاتبين فيهم ارقام الهواتف والفيلاجات وكلهم بعد اجتمعوا وعملوا هذا يعني احنا اليوم في تونس تنجم تحارب على الحدود لكن الكلاس نتاع الارهابيين ينجم يكون لك به معناها دواعش في الحبوسات ولا منهم مع بعضهم يختلطوا مع العباد من ضمن المشكله جوستومون حتى المشكله انت تو حكيت على حكايه تريز امبورتونت اليوم اللي معناها تقول انت اللي عندهم معنى جرائم الحق العام مع جرائم الارهاب سي سا المشكله الكبيره وانت تعرف في عهد الترويكا باغ اكزومبل فما شكون محامين تاعون حقوقيين الى ما اخر ذلك وقت اللي كانوا يمشيوا وتصير معناها ما تصير صفقات خلينا نقولوها باش ما تصير صفقات باش هذو جماعه معناها حتى جرائم الحق العام وهزوم للعراق وسوريا وحاجات كما هكا وهزوم ليبيا واكثر من هذا اليوم الاختلاط جوستومون لانه كان تقرا انت ما قال هذا يظهر لي خرجت جريدة بريطانية تنذكروا أنا عندي خليت عندي مدة وجلي ستوكي كلكو بار في الأورديناتور نتاعي دونك ننصحكم باش تقراوه مقال فوالا فوالا مقال خرجته الغوارديان يظهر لي لا نوفيل اوبسرفاتور ونوفيل اوبسرفاتور حسب تيمونياج نتاع واحد عمله في الغوارديان فهمت نوفيل اوبس خرجته في 12/12/2014 Comment l'État islamique est né dans un camp de prisonniers américain ويش بده كيما قلت لك معناها الكون هذايا اللي هو اسمه بوكا واللي هو مهم كيما غوانتامامو ولا ابو غريب فهمت معناها ثم واحد فيهم قال لهم اش قال واحد قال لهم نوريون جامي بو نو روتروفي توس انسومبل كوم سا ا بغداد و نامبورتو دايور سا اوريت ايتي انكرويابلومون دانجورو ايسي ا بوكا نو نيتيون با سولمون ان سيكوريتي مي نو جيتيون ايجالمون ا كيلكو سونتين دو متر دو تو لي تا ماجور دال قاعده معناها لمهم الامريكان غاديك ربطهم في حبس وخليهم بعضهم وكونوا بعضهم كيما حكيت لك الحكايه هذيك نتاع معناها تقول انت ضحك لكن مش ضحك هذا واقع وانهم معناها بالكلاس نتاعهم كتبوا غاديك فهمت سي انكرويب معناها تقول انت حاجه ما تخطرش على بال حاجه غريبه فهمت معناها باش يوريك منظومة الدفاع عمرها ما تنجم تكون منظومة هكاكا فهمت مش كان الحدود يلزم السجون وغيره دونك 17 من 25 أهم قيادين في داعش تربطوا غاديكا وعرفوا بعضهم غاديكا فهمت معناها حاجة غريبة لموا بعضهم اون فوا خلوا فهمت
خليك سيتي لانفيرونمون ايديال nous avons convenu de nous rassembler une fois dehors et c'était simple de garder le contact nous avons tous écrit des infos sur l'élastique de nos boxers donc elles sont l'élastique en termes de kitpani quand nous sommes sortis nous avons repris contact tous ceux qui étaient importants pour moi étaient notés sur l'élastique blanc j'avais leur numéro de téléphone le nom de leur village c'était vraiment simple à partir de 2009 beaucoup d'entre nous ont repris leur activité sauf que cette fois nous le faisions mieux les boxers nous ont permis de gagner la guerre donc derrière je traque sur classe voilà en sorte et voilà معناها الغبي نتاع السلطات وين ويلموا العباد وخلطوهم ويعملوا ريكروتمون وهي مدارس ننصحكم تقراوا المقال هذا على الاقل هذا مهم ياسر حط التيتل نتاعو في الجوجل كومون ليتا اسلاميك اني دون ان كون دو بريزون امريكان نوفال اوبسرفاتور نهار 12 فبراير تعرفني ان القبه ديما خبي كي نقرا حاجه نخدم بهم مهم ياسر وتقرا المقال اللي خرج في الجوارديان وتشوف معناها كيفاش نفس الشيء هذا اليوم احنا تمثيل كلام حديث يجبد حديث في تونس منظومه الدفاع مش كان غاديك حتى يلزم اسيستونس ولا في التعامل مع 625 اللي عادوا من الدواعش ثانيا منظومه السجنيه نتاعنا اعاده كذلك تاهيل الناس هذو باش يرجعوا لمنظومه المجتمع خاطر وقع غسل مخهم وغيره وكذلك منظومه العقابيه لازم تكون رادعه بالنسبه لليوم ملطخة بالدماغ وغيره هذه كل منظومه الدفاع شامل ما تكونش تقتصر كان على الحدود اكزاكتومون انت تتنى مقال مزيان احنا باش نهديو لك الاغنيه اللي انت تحب عليها باللهجه الجزائريه سيدكم سيدكم بصوت مولاها سمعنا الهاشمي القروابي كاب اف ام الكلمه ليك